مجهود رائع كالعاده بالنسبه للنادي الاهلي وايضا كمان بالنسبه للاتحاد الافريقي. هنستطع طبعا الراي بالنسبه للدكتور مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي. برحب بيك طبعا يا دكتور مدحت في البدايه، موفقين بالنسبه للبطولات الافريقيه وتنظيم كمان النادي الاهلي عايز اكلم حضرتك عليه. حضرت طبعا حفل الافتتاح، بتشوف بشكل عام والاختيار المميز من الاتحاد باقامه البطوله هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. اهلا بيك، واحنا سعداء طبعا ان احنا في النادي الاهلي وفي مصر، يعني بعد فتره زي ما قلت فتره كبيره بالنسبه لبطولات الانديه. الحقيقه اي بطوله بيبقى فيها ملاحظات، لان حتى لو قلنا ان ما فيش ملاحظات كل الناس عارفه ان الاولمبياد بيبقى فيها ملاحظات في الاول، لكن الخبره بتاعت النادي الاهلي وخبره العاملين هي اللي بتخلي الملاحظات دي على طول بتتحل وعلى طول يعني بيوجد لها حل على طول. يعني دي الخبره اللي بنتكلم عليها، لان زي ما بقول ما فيش حاجه من غير حاجات ممكن ما تكونش انت السبب فيها يعني، لكن ازاي تتدارجها وتعالجها هي دي بقى الحنكه والخبره يعني. فالحمد لله اول يومين يعني بعض الحاجات البسيطه، لكن النهارده بشكل عام الامور ماشيه، الفرق ما فيش اي ملاحظات، العملية دارت بقى وكل الفرق اتلهت في المباريات وفي التدريب وفي وهنكسب ايه والتعادل والترتيبات والكلام ده كله. فالامور ماشيه الحمد لله بشكل كويس. نشكر طبعا اللجنه المنظمه واداره النادي الاهلي على المجهود اللي يعني اللي سبق، ويمكن حضرتك كنا متابعين من قبل كده من ايام توقيع العقد وبعدين القرعه وبتاع. فالحقيقه كان في تركيز وفي يعني تقدير للموقف بشكل كبير، وانا يعني مشفق على اداره النشاط الرياضي بالذات كابتن رؤوف خارج من بطوله لبطوله لبطوله، عايز له شهر اجازه بعد كده بقى. لو بكلمك كمان يا دكتور على المستوى الفني بالنسبه للبطوله السيدات، كمان بعيد قوي النادي الاهلي فترات كبيره ما بيشاركش في البطولات الافريقيه، لو بخص العنصر النسائي عندهم سوء توفيق شويه في مبارياتهم، لكن الاحتكاك مطلوب يا دكتور مدحت. مفيش كلام يعني. انا هقول لك حاجه، احنا الماتش اللي كان اول ماتش للفريق السيدات احنا قاعدين بقى طول النهار، فاتفقت مع مسيو ريمون ان احنا نحضر شوط ونمشي بقى يعني. ففي اخر الشوط انا يعني بيني وبين نفسي قلت لا انا هكمل الماتش، لقيته هو بيقول لي الماتش جميل انا هكمل للاخر، فقعدنا وفعلا اتفرجنا لغايه اخر المباراه. مش عايز اقول انا فوجئت، يمكن انا بعيد شويه عن النسائي في مصر، بره بشوف، لكن الحقيقه مش عايز اقول فوجئت يعني، مستوى هاي يعني من وجهه نظري مستوى كبير جدا. الماتش كان في ايديهم وبعد كده في اخر لحظه، والماتش الثاني برضه نفس القصه، فهي عمليه خبره وعمليه، لكن الحقيقه مستوى عجبني جدا جدا. في هاندبول بتلعب، في مهارات فرديه، في عمل جماعي، في كوتش مصحصح بره، في يعني لا الحقيقه يعني ما شاء الله، وربنا يوفقهم الماتشات اللي جايه ان شاء الله. كنت بسجل مع الدكتور منصور ريمو رئيس الاتحاد وبقول له اختيار موفق وصائب بالنسبه لمصر، قال يمكن مصر والنادي الاهلي عندها منشآت رائعه جدا واشاد جدا بالنادي الاهلي، بينعكس على الدكتور مدحت ده ازاي بعيدا عن نائب رئيس الاتحاد الافريقي كاحد المصريين هنا؟ لا نائب رئيس الاتحاد الافريقي ما يعرفش الاهلي قوي يعني، يعني يعرفه طبعا الاهلي وبيشارك في البطولات بتاعه، لكن ما يعرفش يعني ايه الاهلي يعني. يعني انا مصري وعارف امكانيات الاهلي، ولذلك يعني دايما بقول الحكايه دي. كان معاه كنا في اغادير السنه اللي فاتت، كنت موجود في اغادير وجالي كان رئيس البعثه مش فاكر الاسم، وبيقول لي ده احنا بنفكر، قلت له ما فيش تفكير تعالى، ورحت واخده رايح على طول، قال لي اخيرا مصر. هو قريبه قال لي اخيرا مصر، قلت له خلاص يعني، قال لي خلاص حتى لو حد متقدم تاني يعني الاهلي اولويه ان شاء الله. فبيحبوا يجوا مصر، بيحبوا يشوفوا يعني هم كانوا من سنتين هنا في بطوله الامم في يناير 2016، والحقيقه يعني عارفين ان هم هيراحوا دماغهم الفرقه يعني، حد من مصر بينظم، فطبعا الكفاءات والامكانيات، القاعات، الفنادق، الطرق، يعني الحقيقه بيطمنوا وبيبقوا يعني ضامنين نجاح البطوله من اولها. فالحمد لله ربنا يتمم على خير ان شاء الله كده، وزي ما بدات بشكل جميل تنتهي ان شاء الله بشكل كويس ان شاء الله. شكرا، شكر جدا، شكر.